رغبة الصبي، حكاية من التراث الألماني. تبدأ قصتنا هذه في أحد أيام مارس الماطرة، إذ كان يسير ولد رث الثياب في طريقه إلى نابولي. وقد أتى شيشرو إلى نابولي من الأرياف لرعاية والده العليل الراقد في المستشفى. مرحباً، عمن تبحث يا ترى؟ مرحباً، جئت أبحث عن أبي. نعم، عن أبيك؟ وما اسم أبيك؟ كارلو، كارلو دي روسي. كارلو دي روسي، انظري، لقد وصلتني هذه الرسالة. ها؟ إنها من 5 أيام. كان والدي يعمل في فرنسا وقد دهمه المرض فجأة بعد وصوله إلى نابولي. أجل، لقد دخل والدك إلى المستشفى من 5 أيام. ها حقاً؟ تعال معي، هيا. سريره في نهاية الجناح. ها؟ انظر يا عزيزي، إنه هناك. هيا. هذا والدك. هل أنت متأكدة بأن هذا الرجل هو والدي؟ أجل، إنه هو، ولكني أراه مختلفاً. لا أعتقد. هذا لأنه منتفخ، إنه مصاب بالتهاب جلدي. التهاب جلدي؟ لن يشفى إذن. كان الالتهاب الجلدي يحدث نتيجة دخول البكتيريا إلى الجرح، ولم يكن هناك علاج لهذا المرض في تلك الأيام. أبي، 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 هذا أنا يا أبي. أبي، أبي، ماذا بك؟ ألم تعرفني يا أبي؟ أبي، أرجوك، قل شيئا، قل شيئا يا أبي، جئت لأراك أبي. أبي، أمي لم تستطع الحضور لأن أختي مريضة. أبي، إنه الآن في غيبوبة وسيعرفك عندما يتحسن. يتحسن؟ الطبيب يقول ذلك. هيا اعتني به يا عزيزي. وهكذا شرع شيشرو بالعناية بأبيه. كان يطمح أن يتعرف عليه والده، وقد بدا له أن رغبته ستتحقق أخيرا، فقد أخذ والده ينظر إليه أكثر فأكثر. سفرا ميمونا، اكتب لنا يا عزيزي. اعتني بنفسك يا عزيزتي. وأنت أيضا. اسمع يا بني، عليك أن تساعد أمك، أنت الآن رب هذه الأسرة. حسنا يا أبي، كن مطمئنا، إنه رجل صغير. الأمر بين يديك، اعتني بنفسك. شكرا يا عزيزتي، سأكرس نفسي للعمل وسأدخر مالا وسننتقل إلى منزل أكبر. نعم، سأكون سعيدة جدا. والآن وداعا. أبي، لا تنسى اللعبة يا أبي. وداعا. 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 مسكين أبي، لقد تغير كثيرا، لا شك أنه واجه العديد من المصاعب. يا رب احفظه سالما. وهكذا دارت الأيام دون أن يشعر شيشرو بكلل أو ملل، لقد ثابر على خدمة أبيه ورعايته. وفي أحد الأيام، أبي، يهو يهو، أبي لقد عرفني، لقد تذكرني. أبي، يا للفرحة، يا للفرحة.
ولكن كانت حالة أبيه تزداد سوءا يوما بعد يوم. ماذا حدث؟ لما تغير أبي هكذا؟ لما؟ عليك أن تستعد لما هو أسوأ من هذا. لن يشفى، أليس كذلك؟ لن يحتمل أكثر من هذا. كلا كلا، أبدا أبدا، لا يمكن، لا أبدا، لا لا. أبي، أبي أبي، سأبقى إلى جانبك هنا طوال الوقت يا أبي، لن أتركك أبدا أبي أبي. في تلك اللحظة، مرحبا أيها الطبيب، هل تسمح لي؟ كنت أريد أن أشكرك قبل أن أغادر المستشفى. شكرا جزيلا لك يا دكتور. يا للدهشة، إنه والد شيشرو الحقيقي. ترى ماذا كان يفعل هنا؟ شيشرو؟ ماذا تفعل هنا؟ أين كنت يا بني؟ كنت قلقا عليك يا عزيزي. من؟ أبي؟ 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 أبوك؟ أنت إذن أبوه؟ نعم، أنا والده الحقيقي يا عزيزتي. يا إلهي، أوه. ما الذي يحدث هنا؟ هل كان ولدي يعتني برجل آخر؟ أخبريني. أجل، في الحقيقة يبدو أن رجلين قادمين من فرنسا قد دخل إلى المستشفى في يوم واحد، وهذا المريض كان في غيبوبة فحدث ما حدث. فهمت، فليحفظه الله، الأمر مجرد خطأ. كما رأيت أنا بصحة تامة، هيا بنا يا عزيزي. هيا. والآن يجب أن نذهب يا دكتور. اعتني بصحتك، هيا بنا إلى البيت. كان الصبي يرغب بالعودة إلى البيت، ولكن أبي، لن أستطيع الذهاب معك، لأن هذا الرجل لا يقبل الدواء إلا من يدي، إنه بحاجة إلي وسيموت واحدا إذا ذهبت معك، لذا أرجو أن تسمح لي بالبقاء إلى جانبه حتى يتعافى. أرجوك أرجوك يا أبي، إنه بحاجة إلي، نعم إنه بحاجة إلي. أحسنت صنعا يا بني، لك ما تريد يا عزيزي، ابق هنا واعتني به جيدا، سأعود إلى البيت، فلا شك أن القلق يساور والدتك. والآن إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أبي، إلى اللقاء. بعد ذلك عاد الصبي إلى خدمة ورعاية الرجل الغريب بكل صبر. لم يرفع الصبي عينيه عن الرجل المريض ولا لحظة واحدة، وأخيرا وعندما طلع الفجر، قاوم المرض. شكرا شكرا. لا تستسلم، أرجوك أرجوك. انتهى الأمر يا بني. لقد قال لي شكرا، إنه رجل طيب، لقد أحببته. لقد بذلت ما في وسعك يا ولدي، بل صنعت الكثير. هيا يا عزيزي، يجب أن تعود إلى بيتك الآن، هيا، أبوك بانتظارك، لقد مات الرجل وهو سعيد والفضل يعود إليك، لقد بذلت كل جهد تستطيعه، هيا يا صغيري، هيا إلى بيتك، هيا. لقد كان إنسانا طيبا جدا. سأعود إلى البيت يا سيد. مع السلامة يا سيدي، مع السلامة. في تلك اللحظة أدرك الصبي عدم معرفته لاسم الرجل.